كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. باعتباري واحدا من العاملين في منبر إعلامي إلكتروني، أرى بأن الصحافة الرقمية تتجه نحو سحب البساط من الصحافة الورقية، لكوني الأولى تمكنت من فرض وجودها في المشهد الإعلامي المغربي خلال وقت وجيز، وذلك من خلال التأثير في القراء الذين يلاحظوا بأنهم أصبحوا يميلون إلى الأخبار السريعة. لكن في المقابل هناك بعض التجاوزات التي يتم رصدها بين الفئة والأخرى من ناحية أخلاقيات المهنة، والتي تستوجب التسريع في التطبيق الحازم لقانون الصحافة والنشر. تحية لكل الزملاء الحاضرين في هذه الندوة التفاؤلية المنظمة بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المغربية. طبعا من الحديث ديالي غادي نحاول نتكلم على واقع الصحافة على مستوى جهة سوس ماسا، وطبعا الواقع الجهوي للصحافة. فمن المشاكل اللي كيعاني منها الصحفي المهني على مستوى الجهة شح المعلومة وقلة يعني المتواصلين، يعني أن كل المصالح الخارجية يعني لا تتوفر على مسؤول على التواصل، باستثناء الولاية أكاديمية التربية والتكوين وهاد المؤسسات اللي محسوبين على رؤوس الأصابع. باقي المصالح الخارجية ما كتلقاش المعلومة وما كتحاولش باش تساقي المعلومة الصحيحة، وحتى المؤسسات اللي كتوفر اليوم على مسؤولين على التواصل فتيعطيوك المعلومة اللي تيبغيو يخرجوهما ويمرروهما شخصيا. ملي كتطرح شي سؤال معين حول او تبغي تاخذ معلومة معينة، فبالتالي ما تتلقاش ما يشفي الغليل. مساء الخير. طبعا هذه السنة كانت سنة استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. هذه الجائحة كما كشفت إشكالات على مستوى السياسات العمومية، كشفت إشكالات أخرى في مهنة الصحافة. فكما كانت هناك أخطاء في التدبير الحكومي، هناك أخطاء فيما يتعلق بالتدبير الصحفي إن صح التعبير. طبعا هناك أخطاء في مواكبة الحدث، وهذا أمر طبيعي ووارد جدا، خاصة أن الصحفيين لم يشهدوا قط مثل هذا الحدث الذي فجأهم وفجأ العالم بأسره. وهذا يؤكد مسألة مركزية وهي الاهتمام بالتكوين والتكوين المستمر. هذه الجائحة كشفت كذلك أن المستوى أن المقاولة الصحافية مقاولة هشة تعيش مجموعة من الإشكالات، خاصة على مستوى التمويل. فقد شهدنا تسريح مجموعة من الزملاء وتقليصهم من أجورهم، وهذا ما يجب العمل على تجاوزه في المستقبل. هذه السنة كذلك شهدنا محاولة تمرير قانون 22 المتعلق بموقع التواصل الاجتماعي الذي له علاقة وطيدة بعمل الصحافي، وهذا يؤكد أن هناك جهات يزعجها هذا الجزء من الحرية الذي ننعم به في هذا الوطن. السلام عليكم. قبل البداية أريد أن أشكر الزملاء في موقع كاف 24 على الاستضافة وعلى فتح الباب لمناقشة هذا الموضوع المهم الذي يتعلق بالإعلام وكيف جاء في خضم ما تعيشه المغرب من تداعيات فيروس كورونا. أولا، فيروس كورونا كان أول متأثرين بهذا الفيروس هما القطاع الصحفي والإعلام، خصوصا المقاولات الإعلامية بالمغرب التي لم تستطع في وهلة أن تصرف مستحقات موظفيها وصحفيها، خصوصا في الأشهر الأولى من فترة حجر صحي قبل أن تتدخل الدولة كما نعرف وصرفت بعض المستحقات عن طريق الدعم. ثانيا، الصحافة ما قبل كورونا وبعد كورونا لا زالت كما هي، خصوصا في المغرب هناك غياب لسوق الإشهار، خصوصا إذا ابتعدنا عن مناطق المركز كالدار البيضاء والرباط. نحن هنا في أكادير نعاني من هذا المشكل، ليس هناك سوق إشهار، حتى المستشهرين الذين يتواجدون بأكادير الآن يرفض أن يقوموا بمنح إشهارات للمواقع الإلكترونية والجرائد الإخبارية التي توجد بمنطقة سوس ماسا وبجهة سوس ماسا. الواقع زميلي يكشف أن حرية الصحافة ومعها حق المواطنين في تلقي المعلومة يخضع لضغوط كبيرة، ليس فقط في المغرب ولكن على مستوى العالم. وصحيح كذلك أن هناك من يحاول يعني تحجيم هامش الصحافة المستقلة بصفة يمكن أن نقول عنها أنها منهجية في المغرب،
غير أنه في اعتقادي دائرة حرية الصحافة في بلادنا مقارنة مع عدد كبير من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط أصبحت تتسع رويدا رويدا، والصحفيون يمارسون هذه المهنة في دائرة حرية أكثر اتساعا مقارنة مع السنوات الماضية. وتأسيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين والمجلس الوطني للصحافة يبعث على التفاؤل بأن تطور الإعلام المغربي في الاتجاه الصحيح، ويحتاج فقط إلى المزيد من الاجتهادات سواء من طرف الصحفيين وكذلك من طرف المؤسسات الإعلامية، كما يحتاج هذا الإعلام إلى خلق روابط قوية، روابط متينة بين المؤسسات الإعلامية والدولة كإدارة سياسية، لأنه لا يمكن لأي بلد كيفما كان أن يؤسس لدولة قوية بدون إعلام قوي. وخير دليل على ذلك أن مختلف القوى الاقتصادية والقوى العسكرية الموجودة على مستوى العالم دائما ما توازي تلك القوة الاقتصادية والقوة العسكرية قوة أخرى هي قوة إعلامية، وبالتالي لا بد من تطوير الإعلام، لا بد من المزيد من الاجتهاد من أجل الصحافة والإعلام في بلادنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.